أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: إن شاء الله اللي ارتكبوا هالجريمة عاجلا أم آجلا بيدفعوا ثمن. الرئيس الحريري من لاهاي: لن ينالوا من لبنان رفيق الحريري والعدالة تحمي البلد. كان يرفض الخضوع للسيطرة والمطالب السورية. المحكمة الدولية: بدر الدين العقل المدبر والشبكة الخضراء تابعة لحزب الله. ولعل الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة. ممارسات إيران في المنطقة وأوضاع فلسطين محور اجتماع وزراء الخارجية العرب. أهلا بكم. هي أيام العدالة لرفيق الحريري ورفاقه الشهداء، بدأت أمس وتستكمل اليوم على مدى 15 يوما. وأبرز ما حمله اليوم الأول من المرافعات الختامية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأكيد الادعاء بأن المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ينتمون إلى حزب الله. التفاصيل في تقرير لشرب العبود. هو مشهد لا يختلف كثيرا عن المشهد يوم انطلاق المحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إنها المرافعات الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي انعقدت في لاهاي بحضور الرئيس سعد الحريري إلى جانب المتضررين، وأيضا الوزراء مروان حميد وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع وعدد كبير من الإعلاميين الذين واكبوا انطلاق الجلسات في المرحلة الأخيرة قبل النطق بالحكم العام المقبل. البداية مع موجز من رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي حول عمل المحكمة. تبدأ هذه المحاكمة على 406 أيام ولا نزال في إطار المحاكمة، وقد استمعنا إلى شهادة 307 شاهد، 269 للإدعاء، 119 قد أدلوا بإفادتهم في هولندا أو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من مكتب بيروت، وأيضا تلقينا 170 إفادة واستلمنا 170 إفادة. بعد ذلك بدأ الادعاء الذي أشار إلى أن مرافعته تهدف إلى إثبات مسؤولية المشتبه بهم في اغتيال الحريري وأن المتهمين مسؤولين عن الجرائم المنسوبة إليهم. في المرافعة الختامية سيقدم الادعاء موقفه بأن الهواتف التي استخدمت لتحضير للاعتداء ولعملية على المسؤولية زورا هي إذن تتوج أو سوف تضحد ما يزعمه محامو الدفاع بأن هذه كلها لذن أدلة غير مدعومة وهي تكهنية، فإن الهواتف التي نسبت إلى المتهمين كما يزعم الادعاء في قضيته سوف تدفع إلى الاستنتاج الأكيد بأن هؤلاء مسؤولين عن دورهم في الاعتداء وهذا سيؤدي إلى إدانتهم. بعد ذلك تولى المحامي بوفواس الحديث بالتفاصيل عن ما سيتناوله فريق الادعاء خلال مطالعته من الأدلة التقنية إلى دور بدر الدين. بدر الدين تحديدا كان قائدا عسكريا في حزب الله من الدرجة الأولى، ولدى نبأ وفاته في العام 2016 أشيد به في الضاحية ودمشق وطهران على أنه شخصية مهمة وقائد وحتى بطل من أبطال المقاومة منذ لحظات إنشائها وحتى وعلى مدى 30 عاما. خبرته العسكرية وسجله سمحوا له بالتطور في الصفوف قبل وبعد العام 2005 ليتولى القيادة العسكرية لحزب الله في سوريا بحلول العام 2016. فهذه الخبرة الواسعة كأحد كبار القادة العسكريين في حزب الله تتشلى في الطريقة المتطورة والمتقدمة التي نفذت فيها هذا المخطط والطريقة المتطورة للتنظيم والتخطيط والوصول إلى الموارد التي كانت ضرورية لتنفيذ جريمة بهذا التعقيد.
وفي الظروف السياسية. رفيق حريري الشخصية البارزة في الحياة السياسية اللبنانية، كان رجلا إنسانيا ذا مكانة وسلطة، يهتم كثيرا للبنان، لمستقبل لبنان ولشعبه، وكان يلقى احتراما كبيرا في الأسرة الدولية من قبل القادة الدوليين، وكان ملتزما بحرية واستقلال لبنان وبالشعب اللبناني، وكان يرفض الخضوع للسيطرة والمطالب السورية. وبعد ذلك واعتبر من قبل الأشخاص المسؤولين عن الاعتداء على أنه مبرر، واعتبر ذلك مبررا لقتله والإنزال عقوبة الموت به وبالشعب اللبناني وإلحاق الإصابات الخطيرة بكم هائل من المواطنين ورجال الدولة الموالين، وكان ذلك استهدافا إذن للمعارضة للشعب اللبناني وللأسرة الدولية، اعتداء وتهديد للأشخاص الذين إذن كانوا سيتعرفون ويكشفون الدافع الحقيقي وراء على المسؤولية زورا، وإلى الأشخاص الذين اعتبروا أن الوضع القائم في لبنان لن يتزعزع من دون المزيد من الرعب وإراقة الدماء. الادعاء عرض موثوقية أدلة الاتصالات وتحديدا موثوقية تحاليل المواقع الجغرافية وبياناتها، وذلك لتحديد مواقع مستخدمي هواتف خلوية معينة. كما عرض فريق الادعاء لكيفية استخدام خلايا الهواتف في مناطق جغرافية محددة والتي مكنت المحققين من الحصول على حركة حاملي هذه الهواتف. الرئيس الحريري الذي حضر جلسة المرافعة الأخيرة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي أكد أن من ارتكب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيدفع الثمن عاجلا أم أجلا. على المقاعد المخصصة لأهالي الضحايا في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلس الرئيس سعد الحريري وبدأ متأثرا لدى متابعته المرافعات المتعلقة بجريمة استشهد فيها والده الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. التأثر رافق الرئيس الحريري أيضا خلال كلامه أمام محكمة لاهاي، كلام وازن فيه بين كونه الابن وكونه المسؤول الحريص على استقرار بلده. أنا كابن رفيق الحريري يوم صعب، لأنه بالآخر يعني رفيق الحريري اليوم مش موجود معنا وصعب للبنان. رفيق الحريري وشهداء 14 أذار كلهم سقطوا لحماية لبنان مش لخراب لبنان. ومن هالمنطلق نحن منذ البداية طالبنا بالعدالة، لأنه إيماننا بالعدالة هي بتحمي لبنان، والحقيقة هي بتحمي لبنان، وهذا طول الوقت اللي كنا بدنا إياه. وما بحياتنا لجأنا إلى الثأر، لأنه رفيق الحريري ما بحياته كان رجل يسأر، كان رجل عدالة، ونحن مكملين بهالخطة. يعني اليوم في أهالي ضحايا كمان كانوا موجودين، كلنا عم نتفرج وكلنا عم نصغي، وخلال أشهر بيطلع الحكم، وساعتها يعني منكون هالعدالة اللي طالبنا فيها يمكن أخذت وقت. الرئيس الحريري شكر الأمم المتحدة والقضاة والمحامين وكل من ساهم بقيام المحكمة الدولية، مبديا إيمانه بتحقيق العدالة. هذه أول مرة كمان مثل ما بتعرفوا أنه حتى المتهم عنده دفاع، وأيضا لأنه لبنان شهد كثير من الاغتيالات ولكن ولا مرة ظهرت الحقيقة. عم تظهر الحقيقة، وربنا سبحانه وتعالى يعني بإذن الله يكون معنا، فإن شاء الله اللي ارتكبوا هالجريمة عاجلا أم آجلا بيدفعوا ثمن. نحن مع حماية البلد. السنين اللي مرقت واجهنا كتير تحديات من هالنوع. أنا عندي إيمان بربنا سبحانه وتعالى كتير كبير، وأنا مؤمن أنه أي واحد ارتكب هذه الجريمة حينال حسابه عاجلا أم أجلا. خلينا نشوف ما نستبق الأمور. نحن بالآخر بالبلد عايشين مع بعض، بدنا نعيش مع بعض لمصلحة البلد. انتوا بتعرفوا يمكن من كم سنة جيت لهون وحكيت كلام البعض استغربوا، لأنه بأمن أنه لبنان الجميع يجب أن يكون ممثل. وأنت تسمع الكلام عن حزب الله وعلاقتهم بهذه الجريمة، مناصرين وقياديين يعني كما قال الادعاء، ماذا شعرت؟ وهل تمد اليد إلى حزب الله المتهم اليوم بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ بس لما يكون الواحد بالموقع اللي أنا فيه بده يحط مشاعره على جنب.
دكتور الأيسر اليوم عم يربطوا المحكمة الدولية بتشكيل الحكومة وأيضا بعلاقات بالخارج وما يحصل في المنطقة، أنت شو ردك على هالموضوع؟ أنا ردي أنه يبطلوا الطمع بالحقائب والحكومة بتتشكل. وعن الطابع السياسي للجريمة وارتباط النظام السوري بها قال الرئيس الحريري: بموضوع النظام بسوريا انتم بتعرفوا قديش المشكله كبير بين الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري وبين النظام هنيك. انا بدي اتعامل بهذا الموضوع بصراحه بموقعي كمسؤول بمسؤوليه حمايه البلد، حمايه اللبنانيين، لانه اذا بدي ارجع استذكر الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري، كل اللي سعى له بكل مراحل حياته هو انه يسعى الى استقرار لبنان والهدوء في لبنان والازدهار في لبنان وبناء لبنان. من هالمنطلق يعني بفكر انا ما في شك انه في امور تجرح، في امور يعني الواحد بتاثر فيها، ولكن امام المسؤوليه الواحد بنحط فيها يجب أن يطلع على البلد. وبعد المؤتمر الصحفي حيا رئيس الحريري بعض المواطنين الموجودين خارج المحكمة، وقد بدت سيدة تحمل العلم اللبناني وصور الرئيس الشهيد. للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحافل بالاغتيالات السياسية، سيكون هناك قرار اتهامي بحق قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسنشهد مرحلة جديدة عنوانها العدالة. الحقيقة هو كل ما أراده اللبنانيون منذ اليوم الأول لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، طالبوا بها ورفعوا لافتات تطالب بالعدالة التي لم يعرفوها في تاريخهم الحديث. فلبنان البلد الحافل تاريخه بالاغتيالات السياسية لم يشهد يوما محكمة تدل بالبراهين والوثائق على الفاعلين، ولم يصدر بحقهم قرارا اتهاميا. من كمال جملات إلى بشير الجميل ورنام عوض، وصولا إلى رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجبران تويني وبيير الجميل وجورج حاوي ووسام عيد وأنطوان غانم ووسام الحسن، كتب اللبنانيون تاريخهم الحديث بالدم، وباتت الاغتيالات السياسية نهجا لإقصاء أي شخصية تزعج طرف محلي أو إقليمي. أما اليوم ومع دخول المحكمة الخاصة بلبنان التي بدأت المحاكمة عام 2014 مراحلها الأخيرة، فسيعرف اللبنانيون الحقيقة موثقة بالأدلة، وسيشهد لبنان مرحلة جديدة في تاريخه السياسي عنوانها العدالة. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. عاوننا تشكيل الحكومة في لبنان ليس سهلا. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. أمام الجالية اللبنانية في ستراسبورغ، اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل عون أن الإصلاح يزعج البعض في لبنان، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة ليس سهلا في بلد متعدد. عون كان دعا خلال كلمة له أمام البرلمان الأوروبي إلى تفعيل قرارات الدعم المادي للبنان، لا سيما ما اتخذ منها في مؤتمر بروكسل. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن الهجوم الذي يتعرض له عهده ليس عرضيا، بل حركة ترفض الإصلاح الذي يقوم به منذ وصوله إلى سدة الرئاسة. وخلال كلمة له أمام الجالية اللبنانية في ستراسبورغ، لفت عون إلى أنه لم يأتي إلى السلطة ليأخذ الألقاب بل ليعمل. هلأ بيقولوا لكم أنه ما في حكومة، مختلفين، هيدا مرض الديمقراطية بكل العالم. فإذا هيدا الموضوع هيدي من أمراض الديمقراطية يلي بدك تلاقي حل تراضي. إذا كل الناس حرامية، إذا كل الناس حرامية هن كمان اللي عم يحكوا حرامية. نحن ما جينا على السلطة حتى ناخذ الألقاب شو ما كانت، فخامة، دكتور، سعادة النائب الوزير، كلهم مثل بعضهم. المهم نحن ما نتأثر ونصير ننفق حالنا باللقب فقط. وكان الرئيس عون ألقى كلمة لبنان خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان الأوروبي، وقد أشار فيها إلى أن المجتمع اللبناني بطبيعته ليس بيئة حاضنة التطرف ورفض الآخر. في بلد صغير المساحة، كثيف السكان، محدود الموارد، يعاني من ضعف البنى التحتية وتزايد البطالة. لابد
أن تدركوا بسهولة مدى العبء الذي نتحمله في وقت لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لدعم لبنان في التخفيف من تأثير هذا النزوح، انطلاقا من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول. وفي هذا الإطار ندعو إلى تفعيل قرارات الدعم المادي التي اتخذت خصوصا في مؤتمر بروكسل، برغم تحفظنا على بعض ما جاء في بيانه الختامي. وبعد الكلمة التي ألقاها الرئيس عون عقد اجتماع موسع بين الجانبي اللبناني والأوروبي، رحب في مستهل رئيس البرلمان الأوروبي بالوفد اللبناني وقال يجب أن تضافر الجهود لمساعدة السوريين على العودة إلى بلادهم. بعدها استقبل رئيس الجمهورية في مبنى البرلمان مفوض شؤون سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، وعرض معه المواضيع المتصلة بالنازحين السوريين في لبنان. وصل السجال بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر إلى أقصاه بعد إجراءات قام بها الوطني الحر انتقاما من قرار الوزير مروان حمادي تعيين أمل شعبان رئيسة لدائرة الامتحانات بدل هيلدا الخوري المحسوبة على التيار. لا تزال ردود فعل التيار الوطني الحر تتفاعل على خطوة وزير التربية مروان حمادي بتعيين أمل شعبان رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية بدل هيلدا خوري التي كانت في هذا المركز بالوكالة، فتهديداتهم برد الصاع صاعين ترجمت عبر قرار وزير البيئة طارق الخطيب الذي قضى بنقل الموظف الدائم في وزارة البيئة نزار هاني المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي من محمية أرز الشوف إلى دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد في الوزارة. الانتقام استمر ليصل إلى مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أصدر مدير عام المؤسسة كمال حي قرارا بإعفاء المهندس رجل علي من مهامه في مديرية الدراسات في المؤسسة ليتولى المهام الاستشارية والفنية التي تكلفه بها المديرية العامة. وكان النائب زياد أسود توعد على تويتر بلغته المعتادة قائلا الانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه أحزاب بحق موظف في وزارة التربية يقابله تصويب أخلاقي في ممارسات يقوم بها بعض موظفي الحماية الإقطاعية لتفلت حزبي في الدولة. العدالة تحت القانون والقانون سيد العدالة المتساوية، إن شاء الله جربوا بعد. هذه الإجراءات علق عليها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتغريدة على تويتر واصفا من يقوم بها بالعلوج، فقال جنبلاط إذ تغرق البلاد في السيول وأنهار القمامة وتلوث الليطان والعتمة تفاوض الحكومة أصحاب المولدات بدل تلزيم مصنع طاقة جديد، ولا فرق بين أصحاب المولدات وأصحاب السفن التركية. وفي هذه الأثناء يقوم العلوج في شركة الكهرباء والبيئة بسياسة تطهير وانتقام، بئس الساعة التي أتت بهم للحكم علوج. وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل رد على جنبلاط من باب الكهرباء قائلا لزمنا 3 معامل وفي 2 على الطريق، والزوق والجي الجديد صاروا على الشبكة رغم كل عرقلتكم، تطلبون مع غيركم أن نترك لكم القطاع في الكهرباء لتسرقوه وتتمولوا منه كما تتمولون من المولدات، ومثل ما عملتوا بكهرباء سبلين وأفنيكم وكما تتمولون من الخارج على حساب لبنان. وعاد وأرفق هذه التغريدة بجملة إما الفساد أو العمالة ونحن ضدكم بالاثنين. وبين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر التزمت القوات اللبنانية الحياد، فأكدت الدائرة الإعلامية للقوات في بيان رفضها الانجرار وراء سياسة الردود التي تؤدي إلى مزيد من التوتير والتشنيج والتسخين والعرقلة والتعطيل فيما اهتمامات الناس في مكان آخر مختلف تماما. أمنيا تجدد الاشتباك الذي بدأ ليلا في بلدة الحمودية في بريتال بين عائلة صالح وعائلة اسماعيل، حيث سمع فيها إطلاق نار وقذائف صاروخية، وقد أشارت المعلومات إلى سقوط عدد من الجرحى. وتتابعون في الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل. إدلب محور الحركة الدولية وطهران قلقة من كارثة. أهلا بكم من جديد. خلال الدورة 50% لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اتهام لإيران بالتدخل في الشؤون العربية وتشديد على دعم القضية الفلسطينية وأيضا تحذير من تصفيتها.
رفض عربي للمساس بوضع مدينة القدس التاريخي وتشديد على حل الدولتين، موقف عبر عنه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى من أولويات المملكة. وخلال تسليمه رئاسة أعمال الدورة 150 في الجامعة العربية إلى نظيره السوداني، أكد الجبير على تمسك بلاده بوحدة سوريا واستقرارها ودعم الحل السياسي فيها، فيما شدد على اتخاذ الرياض والتحالف العربي جميع الخطوات لحماية المدنيين في اليمن، متهما الميليشيات بالتهرب من الحل السياسي. ولعل الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في شؤوننا العربية ودعمها لميليشيات إرهابية يعتبر من أبشع مظاهر ذلك الإرهاب الذي يحتاج منا التكاتف والتعاون لمواجهته وردعه. بدوره حمل أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ميليشيات الحوثي مسؤولية معاناة الشعب اليمني، متهما إياها بتهديد الأمن القومي العربي. وحول وقف المساهمات الأمريكية لوكالة الأنروا، حذر وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل من أن القرار يمهد لإسقاط حق العودة وتوطين اللاجئين. كما شهدت الجلسة مشاركة المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بيير كريمبول، الذي حض الدول التي لم تبادر بعد إلى دعم المنظمة في أزمتها المالية الأسوأ. وكان لافتا مشاركة رئيس البرلمان الطلابي لمدارس الأنروا على مستوى الأردن أحمد بكر، الذي وجه رسالة إلى الدول العربية: أدعوكم لمساعدتنا على إبقاء مدارسنا مفتوحة، ساعدونا لتحقيق أحلامنا كبقية أطفال العالم، رجاء لا تخذلونا. في التطورات السورية، قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا أن موسكو تأمل بالتوصل إلى حل سلمي للوضع في محافظة إدلب، لكنها تعتقد أن تركيا منوط بها فصل الإسلاميين المتشددين عن المعارضة المعتدلة. إلى ذلك، ومع وصول الميليشيات الإيرانية إلى محيط إدلب، قالت طهران إنها تسعى لتفادي كارثة إنسانية. وفي ختام النشر، هل ستبدأ معركة إدلب؟ سؤال طرح نفسه بقوة في الساعات القليلة الماضية. فمع استمرار النظام السوري الدفع بميليشياته في اتجاه إدلب، ومع استمرار حركة النزوح لآلاف العائلات في اتجاه الشمال، كشفت مجلة ديلي بيست الأمريكية أن معركة إدلب معلقة، ناقلة عن قيادي عسكري في قوى المعارضة أن القوات الإيرانية وحزب الله لا يبدون استعدادا للمشاركة في العملية على حد قولها. ويتزامن ما ذكرته المجلة الأمريكية مع الموقف الإيراني اللافت من مسألة المشاركة في الهجوم على إدلب، والذي عبر عنه حسين جابري أنصاري المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيرانية، والذي قال إن طهران تشاطر الأمم المتحدة قلقها إزاء احتمال وقوع كارثة إنسانية في إدلب وأنها ستسعى لتفاديها. في المقابل، تستمر تركيا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، وذكرت وكالة الأناضول أن قافلة تعزيزات وصلت ولاية هاتاي في الساعات الماضية، ضمت شاحنات محملة بالمدفعية ودبابات وناقلات جند مدرعة. وفي هذه الأجواء، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بطلب من روسيا خصص لبحث التطورات في إدلب ونتائج قمة طهران. الولايات المتحدة جددت التحذير لنظام بشار الأسد وللمرة الثالثة على التوالي من استخدام الأسلحة الكيماوية. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أخرى من جانب دمشق سيؤدي إلى تصعيد كبير مقارنة بالضربة السابقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الهجوم المرتقب للنظام السوري على إدلب سيتسبب بمخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا. وفي جنيف، أنهت وفود الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا الاجتماع الرباعي مع الأمم المتحدة لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية من دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المحادثات. وفي ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. إن شاء الله اللي ارتكبوا هالجريمة عاجلا أم آجلا يدفعوا ثمن. الرئيس الحريري من لاهاي لن ينال من لبنان رفيق الحريري والعدالة تحمي البلد. كان يرفض الخضوع للسيطرة والمطالب السورية. المحكمة الدولية، بدر الدين، العقل المدبر والشبكة الخضراء تابعة لحزب الله. ولعل الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة. ممارسات إيران في المنطقة وأوضاع فلسطين محور اجتماع وزراء الخارجية العرب.
بهذا نأتي إلى ختام النشرة. إلى اللقاء.